المعروف باسم جون المؤمن. يزعم جواو بأنه قادر على نقل أرواح الأطباء والقديسين الموتى، وهذه الأرواح ترشده في العمليات والعلاجات التي توصي بها. يطلب من المؤمنين ارتداء الملابس البيضاء لتسهيل دخول طاقة عالم الأرواح إلى أجسامهم. لم يتلقى جواو تدريبا طبيا، وقد ترك المدرسة عندما كان في 9 من عمره، وهو يغيب في غيبوبة روحانية كاملة أثناء العملية، ويزعم أنه لا يتذكر ما يحدث عندما ينقل الأرواح. لكن رغم أن هذا يبدو خطيرا في ظاهره، إلا أن جواو له أتباع كثيرون. تم تشخيص ماثيو آيرلاند بمرض الورم الأرومي الدبقي، وهو ورم دماغي من درجة لا يمكن علاجها، وخضع لعلاج بالإشعاع أصابه بالوهن وألحق به آلاما شديدة. عندما غادرت المستشفى قال الطبيب إن هناك احتمالا بنسبة 2%. أن أبقى على حالي أو أتحسن بعد 12 إلى 16 أسبوعا، فقلت له لا بأس بهذا، 2% نسبة كبيرة ويمكنني قبولها. كانت لدي الطاقة والعزيمة على العيش. قالوا لي إني سأموت، لكني لم أكن مجبرا على تصديق ذلك. بعد أشهر من العلاج بالإشعاع والعلاج الكيميائي، أدرك ماثيو أن العلاج المعتاد لا يجديه نفعا، فركب الطائرة وسافر إلى البرازيل وأسلم نفسه إلى جواو. والآن بعد مرور عامين يعيش ماثيو بصحة جيدة. أشعر بأني بصحة جيدة وألعب كرة القدم في العطل الأسبوعية وأخرج للتنزه يوميا. نعم، أشعر بأني معافى جدا. منذ آلاف السنين آمن الناس في جميع الحضارات بالمعجزات، وقد وجدت المعجزات وصانع المعجزات في جميع الديانات الكبيرة، من الإسلام إلى اليهودية والبوذية والهندوسية. والديانة المسيحية قائمة على معجزة في الأساس، ألا وهي قيام المسيح. حسب قاموس ويبستر، المعجزة هي حدث غير عادي يتجلى في صورة تدخل إلهي في شؤون البشر. تبين استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أن 90% يؤمنون بالرب، وأن 84% يؤمنون أن الرب يصنع المعجزات، ولعل عدد الأشخاص الذين يسافرون إلى لورد أكبر برهان على هذا. لكن كيف حظيت مدينة لورد بهذه الأهمية؟ تبدأ القصة عام 1858 عندما رأت فتاة في 14 من عمرها تدعى برناديت سوبيرو ظهورات في كهف، حيث رأت السيدة العذراء 18 مرة في 5 أشهر. وفي إحدى هذه الرؤى قالت لها مريم أن تغتسل في الينبوع الذي لم يظهر إلا بعد أن حفرت برناديت ووجدته. لحق أهل البلدة ببرناديت إلى الكهف أملا في رؤية العذراء المباركة بأنفسهم، وبدأت تنتشر أخبار عن أن لماء الينبوع قدرات شافية. ورغم معارضة المشككين شيدت كنيسة على الكهف عام 1862، ومنذ ذلك الحين والناس يحجون إلى لورد، يذهبون للشرب من مياه الينبوع والاستحمام بها، ويبدو أن هذا يصنع المعجزات. في عام 1905 طلب البابا بوياس العاشر وضع نهج دقيق للتأكد من صحة المعجزات، فوضعت الدائرة الطبية في لورد شروطا صارمة، وما زالت تحقق في ادعاءات بالشفاء حتى اليوم وتحت إشراف الدكتور باتريك تيلير. لتتحقق صحة المعجزة يجب أن يكون داء المريض معروفا للمجتمع الطبي، ويجب أن يكون مستعصيا، ويجب أن يكون الشفاء فوريا ودائما بلا انتكاسات أو تراجع. يجب أن يتعذر على الأطباء تفسير العلاج، ويجب أن يكون فوريا ولا يتطلب فترة نقاهة، أي أنه شيء لا يحدث في الطب. يعمل الدكتور تيلير هنا منذ 8 سنوات ويدرس ما يقارب 50 حالة سنويا. لكن ادعاء حدوث المعجزات أمر خطير. يرسل الدكتور تيلير الحالات المهمة لمراجعة معمقة، وتقوم لجنة طبية دولية من 20 طبيبا بدراسة الحالة ومناقشتها. يستغرقون في الغالب سنوات لتقرير ما إن كان العلم قادرا على تفسير النتيجة. أنا سنتينيالو واحدة من المرضى الذين نجحوا في هذه العملية. الدكتور دومينيكو ديلابورتا من ساليرنو هو من راجع حالتها.
عانت سيدة سنتينيالو تلك السنين وهي في الأربعين من عمرها من مرض خطير جدا. سبب لها مرض القلب مشاكل خطيرة في التنفس وتورما في الساقين لدرجة أنها كانت تحمل على نقالة. هذا ليس مرضا يمكن علاجه بالطب، العلاج الوحيد هو التدخل الجراحي. وتخيلوا عملية جراحية في القلب في عام 1952، لذا كان الموت هو المصير المحتوم للسيدة سنتينيالو. توصلت لجنة الخبراء الطبيين أن شفاء أنا يتعذر تفسيره، وعليه يكون على قسيس المنطقة الإعلان عن أن الشفاء كان معجزة. في حالة أنا سنتينيالو استغرق هذا الأمر 50 عاما. في النهاية أعلن الأسقف جيراردو بييرو أن شفاءها كان معجزة. تأكدنا بشكل لا يقبل الجدل أن شفاءها كان تاما وفوريا وسريعا، وهو أمر لا يمكن تفسيره من منظور علمي. الحالات الشبيهة بحالة أنا هي التي تجعل المؤمنين يتوافدون إلى لورد، ومنهم بيتا جي بالاس من جامايكا. أنا مصابة بمرض لا علاج له، وقد جئت هنا على أمل الشفاء عند الاستحمام في مياه الينبوع. أنا مصابة بمرض التهاب المفاصل الروماتيزمي، وهو مرض مؤلم جدا، لكنني أصلي أحيانا وأدعو الرب أن يشفيني من مرضي. جاءت بيتا جي هنا قبل 3 أعوام واستحمت في الماء. لم تكن تتوقع الشفاء، لكنها عادت لوطنها يغمرها شعور مختلف. عندما عدت لبلدي شعرت بتغيير في حياتي، لأني كنت أتناول الأدوية لكني توقفت عنها الآن. أظن أن الاستحمام بالماء غيرني. شأنها شأن كثيرين يأتون إلى هنا. تستلهم بيتا شعورها من الفتاة التي وجدت المياه أول مرة. منذ بناء أول كنيسة فوق الكهف الذي اكتشفته برناديت، توسع الدير ليشغل مساحة 128 أكر، ويضم 22 دار عبادة وطاقم موظفين يبلغ نحو 300 شخص، وميزانية تتجاوز 23 مليون دولار أمريكي. ومع ازدياد مساحة الدير ازداد عدد الحجاج، وفي عام 2002 تجاوز عدد الحجاج الرسمي 6 ملايين شخص، بينهم ما يقدر ب80 ألف مريض ومعاق. ورغم هذا، وبعد 144 سنة، تم الاعتراف رسميا ب67 حالة فقط على أنها معجزات علاجية. جو نيكول المؤلف والمحقق في الظواهر الخارقة للطبيعة لديه نظرية حول هذه الأعداد. قلة الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء في لورد لا تدعو للإعجاب، وفي الحقيقة معظم الناس الذين يحجون إلى لورد لا يتعافون أبداً. يمكننا إثبات وجهة نظرنا إن أردنا التصرف بقسوة وذكر عدد الأشخاص الذين ماتوا بعد زيارتهم، لكننا لا نفعل هذا. نحن نبحث عن الحالات التي تبدو قصصاً من الأحلام. بصرف النظر عما إن كان هذا صحيحاً أم لا، تمنح معجزات لورد السكينة لمن هم بحاجة إليها. لكن هناك أناس يذهبون إلى أبعد من هذا ويبحثون في عالم الأرواح. في أباجيانية يزور الناس الوسيط الروحي جواو الذي يمارس الروحانية في كاسد دوميناسيو. يزعم جواو مقدرته على حمل أرواح المعالجين الأموات في جسمه، وهم مجموعة تتألف من أكثر من 30 طبيبا وقديسا يلقبون بالكيانات. بمساعدة مترجمين يكتب المرضى عللهم ويمررونها إلى جواو. أحياناً يصف للمرضى الأعشاب أو الاستحمام بالحبيبات، أو قد يرشد المريض إلى القيام بتأمل أكثر. لكن الغريب أنه يتحدث اللغة البرتغالية فقط مهما كان الكيان الذي في جسمه.
عندئذ يرشده الكيان أثناء العملية أو العلاج الذي يزكيه.